حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد لسماع آرائكم وتعاليقكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا 10727 الاستقطاب أفقي، معادلة الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وهذا كله على مدار القمر نايل سات. لذا نتمنى من السادة المشاهدين أنه يأخذ الريموت ويدخل هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة عندهم ببيوتهم حتى يستمرون ويانا ببرنامج صوتكم. هذا البرنامج مشاهدينا، أي شخص حب يتصل بي يقدر يتصل بي على أرقام البرنامج اللي دا تظهر أسفل الشاشة حاليا. تقدرون تتصلون على أي رقم من ذن الأرقام، أو هذن الأرقام مخصصة للداخل وللخارج. أما الرقم اللي دا تشوفوه أو راح تشوفوه حاليا على شاشة الرافدين، هذا الرقم المخصص إلى الداخل، أي شخص داخل العراق يقدر يتصل بينا على هذا الرقم. وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، أعتذر شديد الاعتذار، هذا الرقم ما مخصص للاتصال وما مخصص أيضا للرسائل الصوتية، ما أقدر أبثها على الشاشة أو أسمعها. فأتمنى أنه تكون رسائلكم مكتوبة، مكتوب اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. أما موضوع حلقتنا اليوم هو هم الناس اللي دا تتصل بينا، جرح العراق النازف، مسلسل الإهمال الحكومي المستمر، ايش تردون تسموه سموه، هي قضية سطوة الميليشيات واستمرارها باعتقال الناس وتغييبها للناس وتعذيب المعتقلين داخل السجون، وإهمال الحكومة الأبرياء اللي موجودين داخل السجون. يعني من توصلنا رسالة وتقول أنه أنا عندي شخص بالمعتقل طلع براءة بس إدارة السجن رفضت الطلعة من السجن، ويوصلنا خبره ميت، هاي كارثة. ولما توصلنا رسالة أو اتصال من شخص أو امرأة تقول أنا عندي ابني، أو يقول أنا عندي ابني أو أخ أو زوج موجود، عفوا مغيب وما أندل مكانه وين وما أعرف عنه كل شيء، هاي كارثة. ولما يتصل شخص يقول إحنا كنا قاعدين بالبيت وطبولنا للبيت وأخذوه من بيتنا وراحوا، نسأل عليه يقولوا ما موجود هذا الاسم. زين يابا منو الجهة اللي اعتقلته؟ يقول ما أعرف. هاي همينة كارثة. مصطفى الكاظمي لما نادوا باسمه أن يكون رئيس وزراء العراق طلع بتصريحات نارية، قرأ البرنامج الحكومي مالته وقال أنا من الشعب وللشعب، وأني راح أكون قريبا من المتظاهرين، وأني راح أكون قريبا من الناس، وأني راح أحل هموم الناس. لكن نتفاجأ أنه مصطفى الكاظمي حال حال اللي كانوا قبله. فمصطفى الكاظمي ما سوى شيء للناس، اعتقال موجود، انفلات أمني موجود، اغتيالات للناشطين ولأصحاب الرأي الحر موجود، حرق مخيمات المعتصمين أو خيم المعتصمين موجودة، نزوح موجود، انتهاكات بالسجون موجودة، تعذيب المعتقلين داخل السجون موجود. إذن ما سوى شيء. إضافة إلى ذلك انقطاع الأكسجين داخل المستشفيات، وفاة المرضى أو المصابين بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين، فهاي كارثة من كوارث مصطفى الكاظمي الجديدة. فإحنا نريد نوجه السؤال إلى مصطفى الكاظمي اللي قال أنا راح أنفذ ما يريد المتظاهرين وما يريد الشعب العراقي، شنو اللي نفذته إلهم بالله؟ اليوم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول أكو عمليات بيع أعضاء المعتقلين داخل السجون العراقية. المركز أكد ببيان أنه وثق شهادات المعتقلين وذوي المعتقلين أثبتت تعرض المعتقلين بالسجون الحكومية لعمليات اغتصاب وبيع للأعضاء والتعذيب المفضي إلى الموت بدوافع طائفية. والمركز يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل حتى تخلي حد لهاي الانتهاكات. وأضاف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بالعراق
أنه معظم المعتقلين أصيبوا بأمراض خطيرة كالتدرن الرئوي وداء السكري، فضلاً عن فيروس كورونا، وذلك نتيجة الإهمال الطبي وتعمد إعطاء المعتقلين أطعمة فاسدة تسبب بالتسمم. يعني هسه الناس اللي عندها معتقلين داخل السجون لما تسمع بهاي الأخبار شنو راح يكون حالها؟ الأم اللي واثقة أنه ابنها بريء، أو الأخت اللي واثقة أخوها بريء، أو الأخ اللي واثق أخوه بريء، أو الزوجة اللي واثقة أنه زوجها بريء، أو الشاب والفتاة اللي واثقين أنه أبوهم بريء، لما يسمعون هاي الأخبار شنو الحرقة اللي راح تصير بصدورهم؟ شلون راح يرتاح؟ هذول الناس اللي عندهم معتقلين، إضافة عندنا احنا هم النازحين اللي مدى ينحل لحد الآن، اللي بزمن حيدر العبادي قالوا احنا انتصرنا على تنظيم داعش الإرهابي، وإلى اليوم ذولا بعدهم بالمخيمات ما رجعوا لمناطقهم، جاء رئيسين وزراء وراهم ورا حيدر العبادي عفوا. فاحنا هاي المشكلة اللي اليوم نريد نطرحها للناس. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب همين وثق وفاة الشيخ فيصل فرحان صلبي الجميلي من أهالي فلوجة بسجن التاجي شمالي بغداد، وقال المركز أن وفاة الشيخ فيصل كانت نتيجة تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وسلم إلى أهله بعد 21 يوم من وفاته. زين، إدارة السجن أو الحكومة أو أي شخص مسؤول عن هاي القضية ما فكر أنه واحد توفى وراء 21 يوم تسلم الأهله؟ أم أزهار ويانا من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها، حياك الله. بالنسبة إلى الكوارث الدكتور بالعراق من 2003 إلى الآن، هذه فشي يعني مثل ما يقول درسناه وفهمناه وعرفنا انه هي الخطه الامريكيه الاسرائيليه الايرانيه. لكن احنا نقول يعني من 2003 اجى المالكي، اجى الجعفري، اجى الحكيم، اجوا هالحفلات كلها قعدوا عكسي. شنو سووا؟ شنو اللي سووا؟ هي مثل دائرة تفتر، مثل ساعة تفتر، يفترون ونفس الوجوه تقعد. نقول لا. احنا الرجل المناسب في المكان المناسب، هم ما عندهم الرجل المناسب في المكان المناسب. الدولة يريد لها رجل قوي، رجل شجاع، رجل يناضل منصدق، رجل يقاوم هاي الحفالات اللي اجت لنا من ايران، اللي حفاي واللي جياعه، واجت شافت اكو اكل وشرب وفلوس وطمعت في العراق وطمعت بكل ما فيه ودمرته. ومن انطاها هذا الامر؟ هي امريكا. هي امريكا واسرائيل هي الخطه المعنيه للعراق، هي الخط المعني الى للعراق، والاساس مالتهم ايران. هم انطاهم يسوون بالعراق هالشكل، حتى هي خطتهم اسرائيل، ويحطمون العراق تحطيمهم حتى يوصلون الى هواهم. هم كيفهم؟ شلون يردون؟ احنا نعرف من اجت امريكا دمرت العراق وباقت وسلبت وسوت. هي اللي علمت الشعب على البوق، هي علمت الحكومه هاي اللي اجت على البوق. البنوك كلها باقتها، الذهب كله صدرته. شنو خلت بالعراق؟ التالي شالوه وانطوه لايران حتى تكمل ما كملت الى ما دمرت هاي البلد. ندعي من رب العالمين، واحنا نقول احنا لو اكو قوة الشعب وتماسك الشعب وحب الشعب لبعضهم البعض ما كان صار بينا هذا الشيء. احنا ما عندنا هاي القوة ولا عندنا هذا التماسك التام من الشمال للجنوب. يوم تماسكين ما تدمر هذا العراق. احنا هسه نطلب التماسك.
ونطلب من رب العالمين انه يخلي القوة الإرادية والحب الحب الأخوي بيناتهم حتى يرجعون العراق. نعم. يرجعوه مثل ما كان إن شاء الله يا رب. نعم. إن شاء الله يرجع العراق وأحسن وأحسن، وأملنا كبير بذول الشباب الحلوة اللي راح هي ترجع العراق. إن شاء الله. شكرا شكرا لك أم أزهار. أبو خالد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون هلا بيك اخوي تفضل. والله احنا ما اعرف شلون نبدي نحكي بيا مأساة وبيا مشاكل ويا مثل ما يقولوا هاي مشاكلنا اللي تدشون على كل شيء. نعم. فمن ناحيه المعتقلين طرقت على المعتقلين الابرياء اللي هم بالسجون. نعم. فاحنا ما نعرف شو نقول، لا حول ولا قوه الا بالله. اولادنا ابرياء، اول احدى هاجم صار 6 أشهر احنا ما نعرف عنهم ايش بيهم ما بيهم، لانه تعرف انت لا مواجهات ولا كل شيء. نعم. وهم اخذوهم من الشارع يعني معتقلين، اعتقلوهم اعتقالات عشوائيه. والتهم باطله وجيبوا له وقع على ابيهم وتهم وحكمه وابرياء ما عندهم لا حد لا عليه مشتكي، لا عليه امر قبض، لا عليه مثل ما يقول لا حد بدعي الحق الشخصي. وحكمهم حكم باطل وهسه بالسجون ولا نعرف يعني ايش بيهم ما بيهم، وهاي الامراض وهاي الوباء المنتشر وكورونا ومن كل اشكال. وما نعرف نجيهم، يعني احنا علمنا نضوجونا وما ادري من نسولف لا المجتمع الدولي لا حقوق الانسان لا الامم المتحده، ما اعرف شلون وين نوجه وجوهنا ما نعرف. نعم. والله يا اخي يعني مصيبه وما اعرف يعني مصيبه راحت علينا وشلون ما نعرف شلون ندبر امورنا. فاحنا عن طريقكم وعن طريق راسكم يعني مثل ما يقول الناس الامم المتحده، لجنه حقوق الانسان، المجتمع الدولي، الجامعه العربيه تتدخل في قضيه المعتقلين. يعني ابسط شيء هاي المعتقلين اللي تساعد المعتقلين، عمي ما عاد اريد اخذ زمات ولا شيء، اريد اولادنا نعرف مصيرهم يعني ليش الظلم هذا على شنو بس ارد افتهم. نعم. يا اخي ما اعرف يعني والله انت ما ادري شو تجاوبني شو تقول لي ما ادري. نعم يعني شكرا 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 لك ابو خالد. سعد من الكويت حياك الله. هلا بيك ميت. هلا بيك يا استاذي. هلا بيك اخوي. ولكن يا استاذي الاهمال وارد يا استاذي، ولكن اخوي قاتي قدين باقونا جزءا من الحراميه. نعم. واحنا هدفنا التعاون على البر والتقوى ونتعاطف مع الماساه والازمه واصلاح الخلل الفني والمعنوي والمعنوي والفني والصحي والطبي والبيئه، وكذلك ايضا الاعلاميين والمعتقلين المقيدين تعرضوا للاذى والضرر. واخر الكلام نتمنى من رئيس الوزراء ان يحط ام ازهار وزيره مستقبلا، وتحياتي لك وللقناه. شكرا 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 لك. ابو محمد من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بك اخوي. اخوي العزيز احنا من دول المعتقلين، اولادنا من بالناصريه، معتقل الناصريه. اهلا وسهلا بك اخوي تفضل. والله نطالب يعني باعاده محاكمتهم، يعني ظلم كله ظلم وظلم. نعم. فاخذوهم يعني لا تحقيق مضبوط لا شيء، لا المخبر السري وحكم غياب يعني بدون اي دليل بدون اي ذنب. من ايش وقت هو معتقل ابو محمد؟ والله تقريبا 2017. 2017. شنو تهمته؟ هاي الاربع ارهاب، يعني هاي الفارس السوداء اللي بلونه بيها. وش قد عمره هو؟ والله تقريبا عمره 24 سنة. نعم. فأخوي العزيز هو كل سنة أو كل ما يجي رئيس وزراء جديد يسوون العفو العام. العفو العام مو يطلع عام، يطلع خاص بس للحرامية، بس للقتلة، للمجرمين مالتهم يعني الخاص إلهم. ولا العفو العام ما جاي يخص الناس الأبرياء، ما جاي يخص الناس المتضررة. يعني الله أكبر جريمة والله العظيم. تريد لك رجل يعني حتى السياسيين العراقيين جماعتنا تريد واحد منهم يحكي كلمة حق؟ ماكو. زين، فنطالب من خلال قناتكم الكريمة يعني
الناشد الأمم المتحدة، الناشد كل شريف، الناشد كل مسؤول عنده غيرة على وطنه وبلده أن يقف وقفة رجل هؤلاء الأبرياء، هؤلاء المساكين، عوالهم مشردة، الأهل هم، وخاصة بهالأوضاع هذه بها جائحة كورونا. لا زيارة أكو، لا علاج أكو، لا شو اسمه واحد يعني هم يبغى الله فوقه، ما يصير ما يجوز هذا الأمل. نعم نعم، شكرا 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 لك ابو محمد. مصطفى من مصر حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخ مصطفى الصوت يعني بخلل وده يوصلني مو واضح، اذا امكن تغير لي مكانك. الو انقطع الاتصال ويا الاخ مصطفى لخلل في الصوت من المصدر. اتمنى يا مصطفى تتصل بي مره ثانيه لانه ما قدرنا نفتهم شيء. يعني مشاهدينا، ذو الناشط المختطف زكي ناهي اللي اختطف من ساحه الطيران وسط بغداد، ناشدوا الحكومه، ناشدوا المسؤولين، ناشدوا الخاطفين لاطلاق سراحه. وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أنه المتظاهر والناشط زكي ناهي اختطف على يد ميليشيات مسلحة بساحة الطيران البارحة، ويتعرض عدد من الناشطين والإعلاميين من مدة لانتهاكات على يد القوات الحكومية وميليشياتها، تراوحت بين القتل والخطف والاعتقال بهدف إسكات أصواتهم المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية، وكل هاي العمليات لأجل تكميم الأفواه وإسكات صوت المواطن. أم كاظم وياي من الكاظمية. أم كاظم من الناصرية عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي. أطالب بالعفو العام. نعم. أطالب بالمغيبين مثل المحتقلين والسجنين ومروتهم أريكم وتخلصوهم. نعم. من أبونا رجل كبير ما يوصل العلاج. نعم. أنا من الناصرية أريد تخلصوهم. الجاهل كاظم عليكم أريكم تخلصوهم. علاجاتهم ما توصل. ومرضى تعبانين. مش علي كاظم أريكم. نعم ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 لكم كاظم، صوتك سمعوه كل المواطنين وان شاء الله هم يسمعوه ويسمعوا رايكم. بهاي الاثناء كلها يبدو انه حكومه مصطفى الكاظمي يعني تريد تسكت الناس باي ثمن. يعني اكو قتل للناشطين مثل ما صار ويا هشام الهاشمي، اكو اختطاف للناشطين مثل ما صار ويا زكي ناهي، واكو حرق لخيام المتظاهرين مثل ما صار بواسط. لكن المتظاهرين لليوم هم دا يحاولون ما يسكتون ودا يبينون صوتهم للناس. بساحة التحرير المتظاهرين طلعوا بمتظاهرة ليلية مطالبين بالإفراج عن الناشط زكي ناهي اللي اختطف على يد القوات الحكومية وميليشياتها بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد البارحة. ومثل ما قلت لكم مدينة الكوت الميليشيات حرقت خيام المتظاهرين في محافظة واسط، وذلك كله صار ورا ما أدركت أنه كل محاولاتها لقمع التظاهرات وإنهائها ما كانت ناجعة، ولهذا السبب قامت بحرق خيام المتظاهرين. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبداك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالك؟ كيف حالك؟ هلا بيك أخوي. تحية لك، تحية القناة، تحية الكادر، القناة الطيب. يسلمك يسلمك. تحية الشعب خاصة ثوار تشرين. أستاذ بالنسبة احنا متخوفين من على الطارمية من هذه الميليشيات الإيرانية بعد جريمات هذه قتل قائد اللواء 59 السابع لما يسمى بالحكومة. التي فعلتها الميليشيات. وهي احنا نطالب بتدخل دولي، لان العراق بعد وصول الكاظمي هي ازدادت نفوذ الميليشيات الايرانيه بالعراق. نعم. ونحن ندين ونحمل الكاظمي كل المسؤوليه، ما يتعرض له اهل الطالب وحدام بغداد،
من تطهير الطائف إجرام يقوم بهذا النظام واحتلالات إيران. ونطالب من الشعب العراقي بأن يصحي ويعي ويسقط هذا هذا هذه المهزلة التي دامت 18 سنة تقريبا بدماء العراقيين. نطالب الشعب العراقي أن ينهض. وتحييك وتحيي القناة. حياك حياك وبياك أخي أبو فيصل. أحمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا عندي أخوة أبوي أخويا. نعم. أخوي أبوي أخويا. إيه. من شو وقت؟ نعم. زين. ياك حتى راح أي كلام أشوف وفيناهم. زين. وين يقولوا لك زين لعد موجود؟ ما في يقول لي وصلهم وفيناهم أنا بدي أنا قرا ما موجودين. حتى اللي قالوا فوق مننا عايزين السيارة نعم نعم شكرا شكرا لك اخ احمد. يعني كان الصوت شويه ضعيف في اتصال الاخ احمد بس حسب ما فهمت يقول عندي اخويا وعندي ابويا معتقلين من 2014 سالنا عليهم كل مكان بس مدى نلقاهم ودا يقولوا لي ماكو لهم اي سجل. هذه واحده من المعاناه اللي احنا بدنا نحكيها. يعني يجب 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 على الحكومه العراقيه على وزاره العدل على الداخليه انه كل شخص عنده مفقود لازم تعطيه مصيره لأنه هذا مو حال. حق المواطن على الحكومة أنه يعيش مرتاح وحق المواطن على الحكومة أنه يعرف هو وين قاعد، بس مو من حق الحكومة أنه تغيب الناس قسريا وتعتقلهم سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية وما تقول لأهلهم أنه ولدكم معتقلين عندنا. هذه مشاكل الحكومة لازم تفكر بحلها قبل ما تفكر انه هي شلون تدمج مخيمات للنازحين. لازم تفكر شلون تصرف رواتب، ولازم تفكر شلون ترجع النازحين، ولازم تفكر شلون تطلع المعتقلين. لازم تفكر بهذني. سعد من النجف حياك الله. سعد السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. خويا الحكومه اي سم نعده. نعم. هاي الحكومة من جاب البطريق، البطريق عادل عبد المهدي، البطريق الكبرى يحكم العراق. نعم. سأضرب من يد من حديد وسأضرب من يد من حديد. ونسوان النسوان تستعطف الشوارع والفقر والجوع ووجبة ماكو. يعني ايش تترجى الغانمة؟ هذا هم الرجال باكر أكبر يضربون أحزاب راشديات والكاظمي يخلي يصم حقه. جدي العراق انتهى، العراق انتهى. ولو احنا ثوار إن شاء الله موجودين وما نخلى هاي الحكومة تبقى إن شاء الله، بس يا أخي تفصيخ تفصيخ حول الوطن، فصخوا تفصيخ المن نشتكي شو كلها حرامية. بعد تريد لك واحد حط يدك عليه ماكو واحد، بس واحد طيني واحد بالعراق نعتمد عليه ماكو، كلها عملاء. هذا عميل لإيران وهذا عميل لفلان وهذا عميل لفلان، والمواطن العراقي باقي قاطع الجوع والضيم. تحكي يعتقلونك، بس تحكي. أنا ذاك اليوم بالمحكمة حكيت حكايتين، قلت لهم ليش الشباب دول تعتقلوهم مكان ما تعتقلوهم؟ اعطوهم حقوقهم، زوجوهم، شوفوهم شردون. انا 8 ايام بابين بالسجن يا حبيبي، سموني بعثي، سموني داعشي، وانا شيعي ومشترك بالانتفاضه وشيعي ودا اطلع هسه بالمظاهرات. يعني وطلعوني بعثي، قالوا علي بعثي. انت قلت العراق انتهى. هاي النكسه اللي يمر بها العراق هي مو اول وحده، مر العراق بنكسات هوايه، بس احنا ليش نقول العراق انتهى؟ العراق ما انتهى. انتهى ماكو واحد تريد لك واحد حبيبي تعتمد عليه، واحد حط ايدك عليه هسه تعطينا العمليه السياسيه 17 سنه، اعطينا واحد نزيه. واحنا ليش نعتمد على هاي العمليه اللي بناها المحتل؟ بعد شو نجيب؟ منين نجيب خويا؟ منين نجيب؟ من الشعب اخويا. ليش العراق ما برجال؟ الشعب يا اخي الشعب برجال ان شاء الله، بس الرجال شو يسوي له السلاح وهالعتاد
و17 ما ادري 36 حزب، 36 حزب كان حزب واحد وما قادرين على الوادم حبيبي 36 حزب حكايه راسا يختالوك. نعم هساني يوميه والله يوميه داقين الباب علي الاستخبارات، تعال معلومات تعال معلومات. يا مش عنده انا قابل قابل انا كتبت الحسين مو انا كتبت الحسين عمي يوميه تعال تجيب معلومات ورجع معلومه. يعني هسه بدي انا اتنازل عن الجنسيه العراقيه بس خلي يطلعوني السعوديه، هسه ما يقولون علي عميل للسعوديه، كيف انا احكي بالعربيه؟ ما يقبلون جدي، انا اتنازل عن جنسيتي بس خلي يطلعونا من العراق، ملينا تعبنا. نعم. وجزاك الله جزاء المحسنين شكرا 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 الناس ان شاء الله يهديهم. شكرا شكرا لك اخ سعد، يعني اتصال الاخ سعد بين لنا جزء من معاناة الشعب العراقي مع الأحزاب ومع الحكومة العراقية، أنه يقول كلمة ما نقدر نحكي وإلا نعتقل. مصطفى السيد من مصر رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ جعفر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اسمح لي أولا أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، الرحمة والمجد والخلود للشهداء يرحم والديك وإخواننا الجرحى والإفراج لإخواننا الأسرى والحرية للعراق وللأمة وللإنسانية. نعم. أما سيدي بالنسبة لعصابة الجواسيس الخونة، عصابة ما يسمى الأحزاب، سبب قتلها للناشطين والثوريين ودمرها للوطن ونهضم الثروات يا سيدي ما فيش حساب يا سيدي، هناك حاله من حالات الرضا من المجتمع الدولي والحكام العرب، دي حقيقه يعني بدون زعل، هي في الصراحه. فيا سيدي احنا نطالب يعني الحكومات العربيه حتى برفض استقبال المجرم القذيمي وغيره لانه ده غير شرعي، يعني عار حتى عيب ما تستقبلوا قاتل ابرياء ارهابي في اوطاننا، لا يصح ابدا لا يصح. نطالب بمقاطعتهم ومقاطعتهم دولين وعزلهم. واسمح لي يا سيدي في خبر متداول في وسائل الاعلام عن هروب القاتل الارهابي عادل عبد المهدي، هل الخبر ده صحيح؟ يعني لم يتسنى لنا بعد التاكد، فارجوكم لو في اي معلومات عن هروب القاتل عادل عبد المهدي الارهابي الى فرنسا كما يتداول في وسائل الاعلام فافيدونا وفيد الجماهير الله يوسع عليكم وانا اشكر سيادتك. شكرا شكرا لك اخ مصطفى. وإن شاء الله يعني الأخبار في الأيام المقبلة راح توافيك في كل شيء. كريم من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أستاذ؟ هلا بيك أخوي. الله يسلمك. أستاذي إحنا قاعدين ببغداد. نعم. عندي أخوتي وأبوي. جت قوة أخذتهم من 2014. نعم. لحد الآن ما نعرف أي شيء عنهم، لا خلينا حاسبات، لا خلينا مراكز، لا خلينا أي أمور، أي شيء ما لقينا شيء يثبت بأنهم موجودين. كم أخ؟ شنو اللي حل يعني المفروض اللي يسوي؟ نعم؟ أنت قلت أخوتي وأبويا، كم أخ أخويا كريم؟ إي أخوتي اثنين، أخوتي اثنين ووالدي. أخذوهم قالوا على أساس استفسار. استفسار ونطلعهم أول شيء فتشوا البيت، أخذوا سياراتهم، أخذوا ما خلوا شيء يعني موجود بالبيت. وش قالوا استفساروا ويطلعون. زين منو اللي اخذهم؟ وهذا السؤال اللي ينطرح. اجت في قوه قالوا احنا ناس قالت امن وطني، ناس قالت تدخلوا اسمهم مكافحه ارهاب، ما اعرف زي العسكري لابسين وياهم سيارات سلفادور، هذن العفيوقي ناس سود مظلله وياهم سلفادور بيضة. اي اخذوهم صار اليوم من 2013/8/2014 ولحد هاي اللحظه. زين من سالته عليهم يعني من سالته عليهم وتقول لي انهم ماكو اي سجل لهم بالحاسبات او بالسجون العراقيه، من تقولون الوزاره الداخليه او المسؤول انه يا بقى يعني دولة اخذوهم، شو يجاوبك؟ ايش يجاوبك؟ يقول لك ادرب حاسبه بالمركزيه، تروح الحاسبه المركزيه اللي هي موجوده بالرصافه. قالوا هاي على اساس عامه على كل العراق، رحنا ندقهم حاسبه كل شهر، قالوا تعالوا دقهم حاسبه، رحنا سوينا كتاب مال حقوق الانسان، قالوا تجون سووا كتبوا اساميهم وخلونا رقم نتصل بكم نتواصل وياكم، ما حد اتصل ولا حد تواصل ويانا، وكل فتره نروح ندقهم بهاي الحاسبه. قالوا بمطار المثنى يعني موجوده حاسبه وتقدرون تدقوهم حاسبه، رحنا مطار مثنى ما حصلنا اي نتيجه، يقول لك ما تجي تدق حاسبه هنا، انا اروح بالمركزيه ذيك هي مسؤوله على كل العراق وعلى كل نعم نعم نعم. فما طلع معتقل من يوم يعني حسب اقوال واحد جانا حلف بالقران قسم يمين قال انا كانوا يمي هم جابوهم يمي بمطار المثنى اي بقياوا بالسجون السريه فتره، يعني هو قال احنا بسجن كنا سري، قال فبقوا يمي تقريبا فتره وحولوهم بقاعات، قال احنا عطل تبريدهم جابوهم يمنا بعدين رجعوهم بقاعه ثانيه.
نعم. فانطانا اوصافهم واساميهم وهذا، تروح تدقهم حاسبه يقول لك لا ما في حاسبه ما موجود. تروح المطار المثنى اللي هم قال المكان هذا اللي طلعوا اللي طلع هذا الشخص اللي قال، يقول لك لا، يقولون ما موجوده اصلا سجن سري بهذا المكان. زين، والولد هو نفسه قسم يمين قال انا من طلعت من المطار يقول اتوقع او من السجن يقول ما توقعت راح القى بشر بالشارع من كثره الناس والزحمه اللي موجوده بالسجن. نعم. يعني ما نعرف احنا الحل شنو. نعم، شكرا شكرا لك اخ كريم، وصلت رسالتك. يعني هاي معاناه احد المواطنين، يقول احنا عندنا تاكيدات من شخص خرج من ذلك السجن يقول انه ابويا واخوتي موجودين بمطار المثنى، بس من نروح يقولون ولدكم ما موجودين هنا. هذه وحده من المعاناه اللي يعانوها الناس يا استاذ مصطفى الكاظمي. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم يتواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بداية البرنامج وبعد الفاصل هذني فيديوهات للمتظاهرين في محافظة ذي قار اللي طلعوا يرفضون هاي الحكومة ويطالبون بإقالة الفاسدين وإنهاء المحاصصة والإطاحة بهذا النظام الفاسد اللي حكم العراق من 2003 إلى اليوم. أما حاليا عندي اتصال من الموصل سراب، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا عندي أخويا محدى قلب الناصرية. نعم. مواليد 2003. نعم. يعني من طب داعش الموصل هو عمره 10 سنين. طيب. وهسه هو محكوم 10 سنين. شو وقت اعتقل؟ اعتقل ب 2016 2017. يعني مخبر سري. يعني من اعتقلوه عمره 14 سنة. اي والله عمره 14 سنة. زين شنو اتهمه؟ اتهمه ارهابي. 14 سنة ارهابي؟ يطلع باب الحوش. اي. نعم. ومخبر سري اشتكى عليه. وحكموه 10 سنوات. وحتى اعتراف ما عنده. حتى شنو ما عنده؟ اعتراف ما عنده. زين على شنو يعني الحكم لعد اذا اعتراف ما عنده؟ مخبر السر اشتكى عليه والمخبر هو حلف عليه والحكم. انه قال مسوي شيء يعني مثلا؟ انه ارهابي ويداوم ويا الارهاب. وقاس القوات الامنيه ولما انطبوا داعش هو عمره 10 سنين. زين محامي الدفاع يعني ما سوى حكم استئناف عليه؟ ما قال ما انه هذا ما وقت الحكم ما قبضنا له محامي. بعد ما انحكم قبضنا له محامي للتمييز. ايه. والتمييز صدق عليه 10 10. اها. واحنا نطالب بالعفو العام وصار لنا 3 سنين احنا ما شايفينه.
بس اختي انت قلتي لي مسجون بسجن الناصريه حاليا؟ اي بالناصريه حاليا. يعني طفل قاصر مسجون ويا البالغين؟ اي بالناصريه. اي نعم. ولا مو واجهه لا شيء، هاي صار له شهر احنا ما شايفينه. وهو طفل صغير بالناصريه. نعم. واحنا نطالب بالعفو العام، نطالب مصطفى الكاظمي. نعم. والله كريم. شكرا شكرا لك اخت سراب. يعني واحد مواليد 2003 اعتقل بال 2017، يعني عمره 14 سنه، ومخبر سري يحلف على يمين ينحكم 10 سنوات وينسجن بسجن الناصريه. يعني ما اعرف هنا، اتمنى انه هاي القضيه بالذات اذا اكو احد اللي يفهمون بالقانون او القانونيين يقدر يتصل بي ويجاوبني انه هذا اللي صار هو قانوني، انه يسجن واحد عمره 14 سنة أو 15 سنة في سجن الناصرية، يعني قانوني أنه مخبر سري أو شخص يحلف يمين أنه ينحكم 10 سنوات؟ زي ما دا أفتهم هسه أنا حاليا. أبو شيماء وياي حياك الله من الموصل. حياك الله. تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ محمد؟ شلون صحتك؟ هلا بيك اخوي. شلونك استاذ العزيز؟ هلا بيك اخوي. استاذي اخذنا سلفه هذه متقاعد. نعم. اخذنا سلفه من شركه نينوى الاهليه للقرون. نعم. الشركه انطقنا حوالي 4 ملايين. نعم. 2018 وكانت تقطع منا على 500 بالشهر. نعم. هسه سددنا تقريبا صار لي 7 أشهر من سددت ومستمرين بالقطع لحد الان. زين ليش؟ ما نعرف الشركه استعوذها، شركه مرتبطه باحد الاحزاب اعتقد. زين هم من وين يستقطعون اخوي ابو شيماء؟ نعم يستقطعون من التقاعد مالي، يعني من دائرة التقاعد. زين ما راجعتوا دائرة التقاعد وقلتوا لهم انه احنا سددنا؟ استاذي راجعتهم عدة مرات. يعني انا واحد من 1000، يعني مو بس انا، هذا شركة نصابة كانت. طيب دائرة التقاعد شو جاوبك؟ دائرة التقاعد تقول لي يعني يقطع من راتبك 655,000. شهريا. نعم. ويعطوني 130,000. نعم. نص التلفزيون اسمعني من التليفون اخوي ابو شيماء، يقول استاذ وسع احنا ندور لشركه شركه باكو، قدمنا عده شكاوي للقاضي، كتبنا لمراكز الشرطه، ماكو مفقودين هم ومستمرين هسه عم انقطع رواتبنا، نحن صاحبين عوايل وعندنا برا. ابو شيماء السؤال الاهم، انت قلت لي التقاعد تقول لك دا يستقطعون من عندك 615,000، انت ما تقول لهم انه اني سددت، ليش دا تستمرون بالقطع؟ استاذ يقولون لي روح انا بشركه، قلت لنا شركه باخ الله، انا بالموصل، رحنا لبغداد ما لقينا شركه نينوى والاهليه للقرون، يقولون لي احد الاحزاب وما اعرف وين بالضبط الاحزاب. نعم. والله العظيم مو بس استاذ، هذه واحد من 1000، يعني نصبوا علينا في الموصل، سووا نصب واحتيال، وقاموا يعني شركه بس مره حجيه، يعني هي الحجيه هي اللي تدير الشركه. نعم وصلت. وانت استاذ والله هي راتبنا راحت الشركه عليه. وصلت الرسالة، نداء من أبو شيماء إلى دائرة التقاعد في محافظة نينوى للنظر في هذه القضية، أنه أكو أناس ماخذين قروض من شركات أهلية وسددوا القروض وما زالت القطوعات مستمرة. نتمنى أنه دائرة التقاعد يعني تنتبه إلى هذه القضية. أم عبد الله من بغداد حياك الله أم عبد الله، وأتمنى بدقيقة لأن الوقت أدركني. كل شوية دقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لحضرتك ولقناتكم. حياك وبياك.
يعني إذا ريد نحكي عن الوضع، الوضع كله متأزم. نعم. يعني ماكو مفكر، يعني شو تريد من شمال العراق إلى جنوب العراق؟ بس إذا أشير إلى نقطة واحدة، هتلر من جاء وكان يسيطر على دول العالم، واللي ساعد في نجاحه هو إنه كان عند القضاء كلش قوي. نعم. وما يريد إنه يصير دي نوع من الغبن. زين، بالإضافة إلى هذا الربا مع الاقتدار الزنا، يعني الربا إحنا عندنا فوائد، المصارف كلها فوائد كلش عالية. نعم. القضاء فاسد، يعني وهذا شوف الوضعية، الناس اللي كلهم يريدون أبنائهم يريدون، لأنه كلها قوانين مجحفة بحق العراقيين وأكثريتهم أدرياء. زين أستاذ، بس أنا نحكي على الزنا والهاي الشغلات اللي تصير بالعراق، يعني هاي شغلات كلش بذيئة، يعني ما توالم الشعب العراقي. يعني ليش المرأة أو الفتاة تنشلق إلى هذا المنحدر غير للوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي واللي تؤدي إلى مشاكل، واليوم الجريمة اللي صارت ما أعرف عرفت فيها لو لا إنه 30 مرأة انقتلت، يعني هذا كله نتيجة التسيب، نتيجة الانفلات الأمني. بعدين عندنا القسم من المسؤولين ترى بيبيعون أملاكهم بالناصرية وكربلاء. نعم. السبب ليش؟ يعني ما نعرف السبب، الحكومة تعرفها. ليش الحكومة تعرف إنه هاي الأملاك هي أملاك العراقيين، هي من أموال العراقيين، ليش ما تقوم وضع إيدها على هاي الأملاك حتى تصادرها؟ ليش تباع؟ ليش يأخذون فلوسهم ينزلون إلى خارج العراق؟ يعني معناها ما سوينا شيء يا أستاذ الكاظمي، يعني الشعب دا يروح، والشعب دا يعني معاناة كلش كثيرة. نعم. 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 يعني الحال بيد الشعب. تحياتي لك. شكرا شكرا لك أم عبد الله. راح أحاول أقرأ أكبر عدد من الرسائل في الوقت المتبقي. تحية وسلام إلى كادر قناة الرافدين الأعزاء، أبو أيوب من الأنبار. أتعجب لهالبلد اللي أبناء تضيع به ولا أحد يسأل عليهم. بلد جيوش وسيطرات تغيب آلاف من الشباب عن أهاليهم لأكثر من 5 سنوات بدواعي واهية مثل داعش وغيرها. هل يعقل هؤلاء كل الآلاف كلهم دواعش؟ إذا كانوا دواعش لماذا لم تتم محاكمتهم؟ لماذا لم يتم إخبار أهلهم بذلك لكي يعرفوا مكانهم وتهمتهم؟ لماذا لم يتم التأكد من مكان مسقط المتهم بعدد من الإجراءات الأمنية من مركز الشرطة وما تحتوي من استخبارات ومخابرات وإرهاب وأمن وطني إلى آخره من الإجراءات الأمنية ومختارية وشهادة أهل المنطقة الساكن فيها؟ جرائم تؤخذ شرعيتها بتهم باطلة، لكن التهم الحقيقية هي دوافع طائفية لا غيرها، والدليل لم يعرض أي متهم إلى القضاء من كل من تم اعتقالهم. رسالة أخرى، هذه حقيقة إيران، بعث لنا الشخص مقطع ما أقدر أعرضه، أنا أعتذر منك. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أطالب بالعفو العام، أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، وين رئيس وزراء مصطفى الكاظمي؟ وما عنده ولا ولد، ما أحس كل يوم نموت ألف موتة، ما يحس نموت كل يوم ألف موتة، يعني أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، خلص عمره كله بالسجن، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، كل سجين له باب وكل كلب له حساب، أنا أم أنس أطالب بالأخويا وجميع المسلمين بالسجن. السلام عليكم، أرجو منكم أن تطلبوا بالعفو العام من عن الأبرياء، إيش تنتظرون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الله عليكم يا الظالمين. السلام عليكم، أم عمارة من ديالى. أخي الكريم، اليوم رحت على دائرة تعويضات، عندي معاملة من 2700 سماسرة ومحامين والموظفين اللي يمشون لمعاملة بفلوس من 207 من 2007 العفو، داخل غرفة جوا سبلت وناس تعبانة وكبار بالسن من الشباك ومراوح مال سبلت، رجل كبير أغمى عليه، أنا تخربطت، إلى متى هذا الظلم؟ أقسم بالله لو ما أخذ الموبايل كان صورت وبعثت لكم، وشوفوا المهزلة بدوائر هاي العصابات. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل والجميع. أستاذ، العراق يحتاج إلى وقفة رجال العشائر العراقية كافة بدون استثناء، كافة القوميات العراقية ورجال الدين كافة أيضا بدون استثناء أحد من الديانات العراقية الأخرى، عليهم تحمل مسؤولية العراق وشعبه وتشكيل مجلس مشترك لشيوخ عشائر العراق ورجال الدين وينقذون العراق وشعبه من هالوضع، وانتخاب حكومة وطنية عسكرية مؤقتة لفترة يقرها المجلس المذكور، وإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، نطالب من قناتكم بالعفو العام وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، حياك أخوي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم وبارك الله بكم. أني أعتذر من باقي المشاهدين واللي أرسلوا رسائل أخرى، وأعتذر من باقي المشاهدين اللي دا يحاولون يتصلون بينا. قبل ما نختم نذكر مشاهدينا الكرام ونتمنى من عندهم يأخذ ريموت التلفزيون ويدخل إعدادات التردد الجديد مع قناة الرافدين وهو 10727 والاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. هذا كله على مدار القمر نايل سات حتى تقوم مستمرين ويانا مشاهدين الكرام. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.